طبعا نرمين، مثل ما قلنا بداية العام الدراسي اللي شفنا فيه كثير من المبادرات، إن كانت الأهلية أو المجتمعية، المبادرات اللي بتأثبت التكاتف المجتمعي في سوريا خاصة بظل هي الظروف الصعبة. رح نحكي اليوم عن هي المبادرات بالتفصيل مع الأستاذ هيثم الحافظ، رئيس اتحاد الناشرين السوريين. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم، وأهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير حقيقة. لأنه نحن اليوم مثل ما نحن قلنا يوم فرح، يوم فرح بعودة المدارس، لأنه حقيقة عودة المدارس هي بتخص كل المجتمع السوري، بتخص مو بس وزارة التربية، بتخص وزارة التربية، بتخص كل الوزارات الدولة، بتخص الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي، بتخص الجانب الأهلي. وأنا بدي أكد على الجانب الأهلي، لأنه نحن اليوم حقيقة مجتمعنا بحاجة إلى تكاتف، خليني أسمي لك إياها تكاتف اجتماعي، تكاتف أسري، لأنه نحن اليوم كلياتنا أسرة واحدة، هذه الأسرة السورية الواحدة المتكاملة التي تعيش تحت مظلة هذا الوطن. اليوم كلياتنا بحاجة أن نكون يد بيد لنتعاون ونقدم شيء حلو، وبالذات نحن اليوم عنا هؤلاء الأطفال والطلاب اللي هنن بدي سميهن هنن نجوم مستقبلنا، وهنن جيلنا القادم، وهنن المستقبل القادم، لأن كلياتنا بحاجة لأن احنا اليوم نعزز لهم ونقدم لهم الفرح. كانت أمي وأمك تسميها جبر خاطر، تمام؟ اليوم نحن هذا منعيد هذا الجبر الخاطر، منسميه بفرح. اليوم لازم الولد رغم الظروف ربما الاقتصادية الصعبة، ربما رغم الظروف حتى الاجتماعية يلي احنا كلياتنا كأسرة سورية عم نعانينا بسبب هذه نتائج الحرب الوخيمة غابت فرحة العودة للمدارس. ليش غابت؟ حتى عند الأهل رح أقول لك ليش. هاتي لشو. لما الأم بتنزل على السوق أو الأب، لأب وأم موظفين خلينا نقول، الاثنين ممكن يكون راتبهم 200,000 ليرة، بينزلوا بلاقوا ممكن دفتر حقه 5,000 ليرة، دفتر واحد. فهون بدها تغيب الفرحة. طيب أنا لما بلاقوا تياب المدرسة بدها تغيب الفرحة. هون دور الجمعيات اللي نحن عم نحن هذا اللي عم نحكي تماما. نحن اليوم نحن أنا بالدار النشر تبعي أنا حقلك عملت مبادرة، ونحن قدمناها على فكرة بالبداية بجوز سويناها للطلاب، لبعض الطلبة، لبعض أنواع من الطلبة سويناها أول شيء للطلاب مثلا اللي حصلوا تحصيل علمي عالي، بعدين عملناها للطلاب بعض الأسر مثلا خلينا نقول يلي هي من الأرياف، بعدين لأ قلنا للكل بوقت من الأوقات، قلنا للموظفي القطاع العام، بعدين موظفي القطاع الخاص، عملنا حسومات حقيقية. نعم. تمام، بحيث أنه هي خلينا نقول تقارب من سعر التكاليف. ونحن قدمنا هذا الموضوع هذا العام بشكل حقيقي موهم. نحن ليس كان هدفنا هدف تجاري، وليس هدف الدار النشر تبعي هو هدف إعلامي، يعني نحن أبدا أبدا أبدا، نحن اليوم كان هدفنا هدف حقيقي، مبادرة أنه نساوي يوم فرح. الدفتر اللي أنت عم تقوليه مثلا موجود ب5,000، هذا اللي أنا بدي لك عليه، ابحثي عن مصادر تانية، ربما تلاقي في نفس الدفتر بس بجوز لشركة مختلفة أو لمصنع مختلف أو لمنتج مختلف، ممكن تلاقيه ب2,000، ممكن تلاقيه ب2,500. ورغم بدي أكد أنا أنه حتى الـ2,000 كتير على مواطننا تماماً. بصراحة تماماً. لكن نحن ظرفنا صعب، اليوم نحن كلياتنا بدنا نساعد. أنا اليوم كتاجر وكل تجار أهل دمشق اليوم ساعدوا، لكن أنا بدي أقول لك على شغلي أكبر من حتى من مساعدتنا. وبصراحة بدي أشكر الجمعيات الخيرية، بدي أشكر الجمعيات الخيرية بكل أسمائها يلي بصراحة ما قصرت. أنا في عندي جمعيات خيرية إجت أخذت 2,000 شنتاية أو 2,000 حقيبة ممتلئة كاملة بالمواد المدرسية ووزعتها على الطلاب. في عندي جمعية خيرية أخذت 500، في عندي جمعية خيرية أخذت 400. لكن أنا بدي أقول لك على شيء آخر أكثر، أنا شفتها تجار عم تشتري 10 شناتي 15 شنتاية، عم تقدمهم للناس، عم تقدم مساعدات كتير كبيرة بصراحة. حتى أنا شفت أهالي عم يقدموا مساعدات، ونحن كلاتنا عم نتساعد، لأنه هذا موضوع الموضوع الطالب بالذات ليست موضوع غني وفقير، هذا حق لهذا طبعاً. الطفل أن يكتسب المعرفة، حق لهذا الطفل أن يكتسب العلم،
ونحن مسؤوليتنا مسؤولية المجتمعية نحن أن نكون جميعنا يدا بيد. بتصور حققنا جزء، لكن أنا بدي أقول لك ربما في بعض الأحيان ينظر أنه لازلنا مقصرين، ربما لازال التقصير لأنه الأعداد كتير كبيرة والظرف قاسي. نعم. لكن نحن فيني أقول لك المبادرات لازالت مستمرة، وأنا هقول لك أكثر من هيك. والله أنا هالسنة أنا بدار الحافظ عندي ما بنشتغل، كنا نحن بالألبسة المدرسية نحن ما كنا نشتغل فيها، لكن نحن اتجهنا على إنتاج ألبسة مدرسية. وعلى فكرة أنا كنت دائما عم أقول نحن بدنا نساوي جودة عالية، أنتجنا ألبسة مدرسية جودة عالية وأسعار قريبة جدا من التكاليف. ليه؟ لأنه نحن حقيقة وضع الآن الوضع الاقتصادي الخانق مطلوب منا كلياتنا، مطلوب على فكرة من الوزارات كمان تساعد، وزارة التربية عم تساعد، وزارة الأوقاف عم تساعد، وزارة الإعلام عم تساعد، وزارة الثقافة، الحكومات، الحكومة عموما يعني كل الوزارات عم تساعد. لكن أنا بدي لك على شغلة تانية، وأنا بشكر كمان المدرسين والمدراء المدارس عم يخففوا من الطلبات، وهذا واضح يعني واضح. نحن الآن ظرف اليوم هذا الشيء مطلوب اليوم، ظرف صعب. المبادرات كلها يعني أنا بدي أقول لك بكل أمانة، أنا عم شوف ما بدي أحكي أسماء الجمعيات اللي أنا عم تجي لعندي وتأخذ بكميات هائلة، وما بدي أحكي أسماء التجار بصراحة اللي عم تقدم شيء يعني متوازن وشيء جيد. لكن بنأكد على فكرة اليوم في بعض الناس اللي ما عنده قدرة، هدول أنا وياكي بدنا نتساعد إنه نقدم لهم، أنا وياكي بدنا نقدم لهم وبكرامة وبمحبة وبلطف وبذوق وبأخلاق. وبدي أنا أقول شغلة إنه هو إذا أجا أخذ مني فهو فضل علي وأكرمني إنه هو قبل مني. هذا الكلام هذا خليني أقول هذا العرف، هذا المفهوم السائد اليوم المجتمعي بدمشق وبسوريا كلها لازم نحن نقدمه ولازم نحن نتساعد كلنا. وأنا بتصور وصلنا، وبدي أكد لك والله أنا يعني لازالت المبادرات عم تكبر، ونحن اليوم مبادرتنا عم تكون حصومات تقريبا عم توازي وتقرب جدا جدا من التكاليف، وفي بعض الأحيان ببعض المنتجات أقل من التكاليف. وبكرة أو بعده في عنا مبادرة أخرى كمان إضافية حنعلنها بكرة مشان موضوع الأخوة اللي بريف دمشق. شو المبادرة؟ مثلا نحن اليوم مبادراتنا مثلا حصومات. اليوم نحن في عنا مشكلة حقيقية، الوصول لعنا صعب. يعني الوصول لعنا اليوم نحن مثلا أنا المقرات عندي الشركة تبعي أنا عندي أكثر من فرع كلاتهم بالحلبوني، الوصول مثلا اللي بده يوصل مثلا من الريف دمشق لعنا فهي مشكلة. فاليوم إنالهم مثلا إحدى المبادرات عملنا التوصيل مجاني، بس تتصل على التليفون تطلب طلباتك ونبعث لك إياها بدون أي شيء بدون أي تكاليف، حتى بالأرياف بالأرياف بقلب الشام، حتى بالأرياف والله حتى بالأرياف. بس بكرة للأخوة ريف دمشق حنعمل لهم مبادرة ثانية، حنعمل تقريبا تكاليف الحضور بياخدها بزيادة حسمية، يعني لأنه بعض الأحيان في جمالية العين وقت للولد بده يجي بده يحصل على المادة نحن عم نشوفها. يعني بتقلي الأم انه انا بدي يجي وابني هو ينقي اللون، هو ينقي الحقيبة، هو ينقي المقلمة، هو ينقي لون القلم، لانه كمان هي ثقافة تحفيز، هي ثقافة مجتمعية حلوة ومتعة للطفل. فانا هدول بكرة هنعمل لهم كمان مبادرة زيادة بحسم بحيث انه ان تكون متوازنة حضورهم لعنا. اليوم بصراحة شو ما قدمنا طفلنا بيستاهل أكثر، شو ما عملنا طفلنا وبلدنا يستحق منا البذل أكثر. نحن بتتذكري قلنا من زمان أنه نحن الآن ليس الآن وقت الربح، ليس الآن، وأنا ما عم أقول فقط بالنسبة للتجار اللي ممكن يفكروا والله 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 كتار يعني والله كتار. أنا بدي أشكرهم والله كتار. أنا عندي جروبات، كل شخص قادر يقدم وعم يبادر، أنا عندي جروبات على الواتس عم يبعتولي يعني والله كتار. بس أنت شوفي شو اللي صاير، حجم الحاجة أكبر من إمكانيات كل التجار. يعني نحن هذا الكلام عم نتساعد فيه، وحتى الحكومة عم تساعد. اليوم السورية للتجارة مشكورة، الأسعار اللي عم تنزلها كمان أسعار منطقية
وعم تقدم شيء. حتى المدارس الخاصة كمان، أنا بدي أقول لك عن المدارس الخاصة، عم تعطي في بعض الأحيان الكتب مجانا، عم تعطي بعض الأحيان القرطاسية مجانا. اليوم حتى المدارس العامة عم يجيها بعض المبادرات. أنا حكى لي مدير مدرسة عامة، وأنا بدي أشكره على الهواء مباشرة، أنه هو اقتطع من الأهالي القادرين على العطاء، طلب منهم يعطوا جزء من فكرة كتير حلوة مورد للطلاب التانيات. وأنا دائما حتى نحن في بعض المبادرة اللي عملناها، أنه عملنا نحن فكرة أنه اشتري لطفلك حقيبة من عنا، والحقيبة الثانية بتدفع نصها بتقدمها لابن جارك، بتقدمها لابن اختك، يعني لمحتاج. ومو شرط يكون المحتاج غريب، لأنه اليوم دائرة تكون صغيرة. نحن عم نشوف الحجم، الحاجة اختي ليست مرتبطة الآن بالعائلة، يعني كل العائلات اليوم بحاجة، أنا بحاجة، عائلاتنا كلياتنا اليوم بحاجة. اليوم وضعنا وظرفنا وأزمتنا كتير كبيرة، لكن وقت نكون نحن مع بعضنا البعض متعاضدين، ومع بعضنا البعض عم نصبر وعم نحاول نقدم شيء، كلياتنا بننمو. هاي دمشق، هاي دمشق العراقة، هاي دمشق الأصالة، هاي سوريا. سوريا الحضارة اللي هي بتعلم الناس كيف بيعيشوا تحت ظل واحد. ونحن أنا بدي ببشر الناس، هي ليست أول أزمة تمرق على سوريا، مرقت علينا أزمات كتير كبيرة من أيام الأقدمين، وما من 100 سنة أزمات أكثر من هلأ حتى اقتصادية، لكن بتعاضدنا مع بعضنا البعض وبمحبتنا مع بعضنا البعض خليني أقول نتجاوز هاي الأزمة. وأنا بدي أقول لك اليوم نحن كلياتنا هاي المدرسة هي عبارة عن شو؟ عن قراءة. واليوم واجب، واجبك أنت تدعمي القراءة، واجبي أنا أدعم القراءة بمجتمعنا. والقراءة هي بدها دفتر، وبدها محاية، وبدها حقيبة، وبدها بنطلون، وبدها قلم، وبدها بوط. طيب وهذا التكامل هذا اللي بسألك عنه. ذكرت حضرتك كتير مبادرات مجتمعية كانت من عدة فئات. أيضا إحنا صح العام الدراسي بدأ، ولكن في كمان أهالي بعضهم ما قدروا يأمنوا مستلزمات أطفالهم. اليوم شو لازم نشتغلها؟ يعني إحنا ضوينا على اللي سوينا، عما يجب فعله شو هو برأيك اللي لازم شوفي. يكون نحن اليوم كلياتنا لازم نتساعد، يعني ما في إمكانية اليوم غير انه المساعدات. مبادرات ذكيه انا بقصد ممكن يعني من الاشخاص اللي انت عم تلتقي فيهم او عم يحكوا معك، يعني عمم هي الافكار، يعني كل المبادرات عم تكون ذكيه اليوم، وكل المبادرات خارقه. اليوم انا وقت انا عم اقول لك انا في عندي تاجر مثلا، مين من كان يكون تاجر بالعصرونيه بسوق الحمديه، عم يتصل فيني عم يقول لي قدم لي 10 شناتي امن لي اياهم انا بدي اوزعهم. هذا اللي انا بدي اياه، هذا اللي بدي اساعده. ولسه في عندي اكثر من هيك، انا اليوم بدي اطلب من الاهالي تسال اولادها، وهذا الاهم، تسال اولادها اللي هي انا مثلا افتراض انا ابني استطعت اشتري له مثلا حقيبه، واستطعت اشتري له مثلا بوط، واستطعت اشتري له الادوات المدرسيه، بدي انا اسال ابني قل له بابا انت بالمدرسه شوف من رفقاتك مين بحاجه. هي مبادرات اسمها مبادرات اخلاقيه، هي من المبادرات الذكيه. انت خلي ابنك يعطي رفيقه، يعني خلينا كلياتنا نتساعد. واليوم بصراحة أزمة كتير كبيرة وحتعدي، وأنا بدي أكد أنه حتعدي. سوريا ستبقى هي بوابة الخير للجميع، وحنبقى نحن كلياتنا مجتمع خيري، خيري بطبيعتنا، نحن مجتمع كريم، نحن بطبيعتنا، نحن على فكرة ما عنا بخل. إذا أنتوا بتعرفوا حتى بأدبياتنا القديمة نحن ما عنا بخل، عنا مجتمع كرم. نحن وقت كانت تصير أزمات حتى على الدول القريبة منا نحن كنا أكثر الناس اللي نستقبلهم ونستوعبهم. فكيف اليوم نحن بدنا نستوعب أبناء بلدنا؟ نحن اليوم بدنا نستوعب مجتمعنا كله. وأنا برد بنادي السادة التجار، السادة الصناعيين، والسادة الأسر الكريمة، يعني اللي اليوم في عندها إمكانيات، أرجوكم تعالوا نحط إيدنا بإيد بعض ونتساعد ونمشي. وهدول الطلاب كلهم هن أولادكم، وابنكم مو بس هو اللي ينتمي للعائلة تبعكم، لا، هو ابنكم اللي بينتمي لسوريا، لسوريا الكبيرة يلي نحن كلاتنا بدنا نتساعد لإبراز هذا الكلام. وبتصور نجحنا خلينا نقول 20% 40% 30%. ومثل ما قالت أختنا الكريمة نحن لسه عنا 10 أيام،
هدول العشر أيام خلينا نركز عليهم، خلينا نركز نزيد من التألق، نزيد من الطلب من التجار، نزيد من الطلب من الصناعيين إنه تعالوا نتساعد أكثر وأكثر، وحتى نعلن إنه نحن لا زالت مبادراتنا ماشية. وأنا دائما عملت كرت للحسومات، وهذا الكرت صار وصل لأغلب الناس، وتعالوا وخذوا، وكل المجتمع خليه يكون قادر على البناء والعطاء والخيرية. أكيد نانت شكرك أكيد أستاذ حسام الحافظ، ونوجه تحية أكيد لكل شخص قدم أو قادر وفي نية أنه يقدم لو جزء بسيط، لا يبخل أبداً، مثل ما منقول نرمين بحصة بتسند جرة بهاي الظروف الصعبة. وأكيد نانت شكرك مرة ثانية. أنا بتشكركم وبتشكر الأهم الطلاب اللي عم يقبلوا منا هاي المبادرات، ومنتشكر أهاليهم كمان اللي عم يقبلوا منا، ومنتشكر التجار اللي عم يساعدوا ويساهموا، ومنأمل إن شاء الله بالقادم يكون مساعدات أكبر وأكبر وأكبر. أكيد. شكرا كثير لكم، شكرا لكم، شكرا كثير لك.